اخبار اليوم. حضر فيلم ليوسف نصر الله واسمه الماء والخضره والوجه الحسن، وبحضر وبصور فيلم اسمه طب وشنب لياسمين عبد العزيز، وبصور فيلم الاول مره علي ربيع وكريم فهمي مع وائل احسان، فيلم اسمه حسن وبؤوس. الثلاث افلام بيتصوروا في وقت واحد. تمام. شرم الشيخ هيتعرضوا امتى؟ لا انا مش شرم الشيخ. العرض بتاعهم هيكون امتى؟ طب الثلاث افلام دول ولا في توقيت معين؟ ياسمين عبد العزيز باذن الله في اجازه نص السنه، يسر نصر الله في الشتاء لما يدخل الشتاء كويس، وحسن ابو الشام النسيم باذن الله في ان شاء الله. بس في سؤال اخير لحضرتك، ليه بعيد عن انتاج الدراما التلفزيوني؟ انت كمان مشاركه مسلسل الثلاثي تاجلي؟ لا اتاجل للسنه الجايه علشان الثلاثي داخلين معايا فيلم وداخلين برنامج، فما احنا اجلناه للسنه الجايه عشان الناس مسموعه وربنا يسهل. لسه ما جاش الاوان ان احنا نشتغل دراما يعني. حاجه احمد، الرساله توجهها للنقاد، ايه اللي بينتقد دايما افلام السبكي والنهارده مشاركه افلامه في مهرجان القاهره؟ اقول لهم اهلا وسهلا بيكم، انتقدونا زي ما انتم عايزين، مش كده يعني. السينما اللي هنشوفها الجايه هنرجع لزمن الفن الجميل. سينما. عايزين نرجع لزمن الفن الجميل تاني من الافلام، ممكن نشوف نوعيه من الافلام ديت زمان. ايه الزمن الفني الجميل ده؟ الافلام اللي احنا كنا بنشوفها زمان يعني، كانت فيها المايوهات والبوس وبتاع. لا من غير المايوهات والبوس والخليعه، ما هي بتاعت زمان كان في كده كتير. اه يعني كان في حاجات شعبيه بس كان في سياق الدراما. إيه؟ في الشعبيه مثلا كانت في سياق الفيلم، بنشوفها في التوت مثلا والنبوت، حاجات بسيطه كده. لكن دلوقتي بقت الموضوع اصبح في البلطجه والمخدرات والكلام اللي احنا بنشوفه ده كله. ايه البلطجه والمخدرات اللي انت شفته؟ يعني هنتكلم مثلا على عبد المطلب والالماني والحاجات دي. بس الحاجات دي موجوده في المجتمع على فكره يعني. هو على فكره الالماني بتاعنا يعني؟ الالماني مش بتاعنا احنا. احنا بنتكلم على الظاهره اللي بننقلها في السينما. ما ينقل ما السينما احنا وعلى الحاجه احمد ربنا يخليك ضد الحمله اللي هي معموله ضده عشان لا دلوقتي ما فيش تصوير يعني. احنا ما عندناش بلطجه في افلامنا، ولو بنعمل حاجه عن البلطجه دي من الشارع المصري على فكره. احنا بنجيب نموذج من الشارع المصري ونعمله فيلم. طب ما فكرش نقل الايجابيات بدل ما بنبص على السلبيات مثلا اللي في الشارع المصري ونجيب الايجابيات؟ طب ما هو انا اسالك سؤال، انا عملت عبد موت عن البلطجه صح؟ عبد موت انا جيت في الاخر مش اعدمت الشخصيه دي، جازتها اديتها حب، يبقى انا بقول اللي بيعمل شر بيلاقي شر في الاخر، انا بحكم ومعاقب صح ولا غلط؟ امتى نشوف ايجابيات السوبر؟ طب ليه الناس ما اتكلمتش على ابراهيم الابيض؟ هو في البعض ما عملش ضجه يعني ابراهيم الابيض زي عبد موت كده؟ انا مش فاهم برضه. لما ابراهيم الابيض كان دم واجرام ومطاوي وسنج وكل حاجه، هو تعرض لانتقادات برضه في ناس يعني بعض يعني قليل. بالظبط. طب انا اقول لكم على حاجه، شيلوا كلمه في ولاد رزق، شيلوا اسم المنتج وحط السوكه، هتلاقي السوكه اتقطع على طول صح ولا غلط؟ انما محدش جاب سيرته صح. طيب ايه وجهه نظر حضرتك في ان الافلام السوكي بالذات اثرت في الطفل المصري، بدليل ان احنا لقينا الاطفال الصغيرين دلوقتي بقى بيرقصوا بسكاكين، في حين ان ده ما حصلش زمان. انا اسالك سؤال يا استاذ اللي بتسال وتقول الطفل بيرقص بسكينه، هات لي فيلم انا رقصت فيه ممثل بسكينه. ما حدش قال ان حضرتك الطفل انا رقصت فيه ممثل بسكينه. لا احنا ما بنقولش كده. لا قول لي مين حضرتك ان الطفوله نفسها اتاثرت بالنوعيه. انا ما عملتش ده، ما عملتش فيلم رقصت فيه ممثل بسكينه. اللي رقص بسكينه فراك في فيلم القشاش، مش انتاجي انتاج دولار. سنجن يا باشمهندس، بس الناس بتهم كل حاجه احمد السوق. سنجن طيب سنجن يا باشمهندس. طب فيلم يا استاذ احمد عايزك بس. طب المشكله مع استاذ وائل ابراهيم في السنجن بتاعك، انت موصلنا تمشي. انا مالي وائل ابراهيم، كان في مشكله بس كده على الهوا، بس اسمعنا رد كده. مع وائل ابراهيم شتمني، شردت الشتيمه عليه بس. ايه شتمني؟ قال لي انت بلطجي، وانا قلت له الجمله السنجن بتاعك. الو يعني خد يا احمد اشبع بيه. عايز بس احمد، يلا احمد في حملات على الافلام اللي يقطع، اللي عايز يقاطعنا يقاطعنا مفيش مشكله، ما حدش يقطع بتذكره ب 20 جنيه ويروح يقطع. يا عم انا ما بقولكش تعالى ادخل فيلمي صح. انا بصور فيلك بقى مش رد حضرتك على انه افلام سوكي او الافلام تنزل في العيد تحديدا بتبقى مستواها دايما بيخاطب شباب صغير، فيها يعني مشاهد كتيره فيها عنف وكده. عنف زي ايه؟ قول انت لو عرفت تجيب لي اسم الفيلم باللي انت عايزه. طب يا احمد ممكن ما تسالش السؤال ده بقى. لا الفيلم يا احمد
حاج احمد بعيد بس النهارده فيلم حضرتك ممكن استاذ احمد ثانيه واحد فيلم حضرتك النهارده ممكن ياخد جايزه ده رأيي لجنة التحكيم اللي تقول بقى مش عارف طب انت من رأي حضرتك افلام حضرتك ممكن النهارده تجيب جايزه حلوه انا مصر وبقى بص انا يشرفني ان انا اشتركت في مهرجان القاهره انما مش هتفرق بقى ان انا اخد جايزه او ما اخدش بس طيب. انا يشرفني ان انا موجود في حاج احمد اللي اول مره افلام لا 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 ثاني مره اول مره كان بلطيه العايمه دخل بردك مهرجان فيلم زي عيال حريفه اللي فيه دوت الشعب مطربين الشعبيين بوسي والليسي وسعد وبتاع ومفيش صاحب والناس دي ايه الرساله اللي بيخرج بيها الفيلم للمجتمع اشمعنى يعني عيال حريفه ما هو ده فيلم كله ابطالهم جم شعبيين عشان انا بخاطب الناس الشعبيين صح الناس صح. مش عايزه تفكر الرساله بقى اللي خرج منها الهدف السينما اللي بيقدمها سوكي في الفيلم ده كانت ايه يا احمد حضرتك بتحضر ليها الفتره الجايه ان شاء الله ايه في اعمال جديده بعمل فيلم اسمه طمشانه بياسمين عبد العزيز وبعمل فيلم اليسر نصر الله الماء والخضره والوجه الحسن وتورة ليلى علوي ومنى شلبي وباسم السمره واحمد داوود فراج ما الناس كتير يعني وصابرين ويعني مجموعه وبعمل فيلم اسمه حسن بقلز لعلي ربيع واحمد فهمي وكريم فهمي وربنا يسهل